رسالة لولاد الحرام اللي يخطبوا بنات الناس ويجرجروهم عامين 3 سنين 4 سنين وبعد يقولوا الله غالب ما كتبش المكتوب ويروح يشوف من جهة واحدة أخرى. الأخ العزيز أنت ما تخافش ربي، دوك الطفلة أنت 3 سنين أنت قابضها تتمسخر بها تلعب بها تدايبها من قوش دروات ومن بعد تكي لحق الصح باش تزوج بها ودير العرس وكاع تبدا تطلق في حلاوتك وتنافيكي مرة واحدة أخرى وتروح، وهذيك الطفلة تخليها مسكينة معلقة وتخليها مسكينة في اكتئاب وديبريسيون الحالة حالة. يا ترى هل تحد هاد العفسه ترضاها لاختك؟ هاد يا ترى هاد العفسه ترضاها لبنتك؟ دوك نهار تجيب طفله يجي واحد يخطبها يمرمدها في الزنق ويقعد جايبها قوش دروات وما يديهاش. الله العظيم غير عطونا قلوبكم نعيشوا بهم اقسم بالله يا. ومن هاد المنبر لخياتي وهاد الاباء وكاع الاولياء، خويا العزيز الا جاك واحد يخطب لك بنتك وقال لك ما نديهاش منا باسكو مازال مانيش مكمل البنيان مانيش مكمل منا ومازال، خويا العزيز ما تمدلوش طفله. قولوا نهار توجد روحك راه واحد تخطب الطفله، باسكو كاين بزاف ولاد الحرام اللي ما يخافوش ربي، يقبض لك بنتك يعلقها يديها يتمسخر بها حتى يشبع ومن بعد يعاود يجيبها لك. مع الاسف الشديد هذه هي كاين بزاف ديوبه هذوما يستغلوا هذه الوضعيه يخطبها ويقعد يتمسخر بالطفله. الله يهديكم الله يغفر لكم يا السلام عليكم. خياتي ما تقبلوش اتونسيون ما تقبلوش بهذه العفسه، سيرتو نخطبك ومن على 3 سنين نرفدك راني نقول لك راح تدخلي فيترو.